بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. معنا السيدة دارين الشريف من مالتي ميديا بوكس تي في، اللي هي قناة عربية جديدة موجودة طالعة من أونتاريو في كندا، و يعني نسميه نشاط إعلامي جديد. فتعالوا نتعرف على الأخت دارين الشريف، وفي نفس الوقت نتعرف على مالتي ميديا بوكس كنشاط إعلامي في الغربة في كندا. أخت دارين، مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا بك، أهلا وسهلا فيك. إحنا الآن طالعين على صفحة المهاجرون العرب، وطالعين على صفحتكم وعلى صفحات الصديقة، فمرحبا بك. أهلا وسهلا فيك أستاذ سمير. الله يكرمك. أول سؤال لك كالعادة، مع كل شخص بنا من معها لقاءات، عارفين بنفسك. تفضل. عارفين بنفسك لو سمحتي. إن شاء الله. معك دارين الشريف. من طبعاً أنا أول إشي جيت من 6 سنين هون على كندا، اشتغلت بالتصوير، هاجرت من قطر، كنت في قطر، اشتغلت بالتصوير هون لفترة بسيطة، يعني ما بديتها من أول ما إجيت. بعد فترة تعرفت على شريكي هاني صافي، وقمنا بتأسيس قناة مالتي ميديا بوكس تي في. كان هو صاحب الفكرة ومؤسس الفكرة ومؤسس القناة، وشاركته فيها، والحمد لله. يعني هلأ أكيد الناس صارت تعرفنا من وراء مالتي ميديا بوكس أكيد، يعني فهذا إحنا باختصار بسيط يعني تعريفنا. جيد، كبداية. جيد. طيب، في هنا سؤال لك، يعني فضل. أنا زي ما عرفت من نسميه ورقة التعريف بك، إنك أنت إدارة أعمال. صح، أنا مخلصة إدارة أعمال. مزبوط. طيب، إيش اللي جاب إدارة الأعمال ناحية الإعلام والتصوير والأشياء هذه؟ يعني في فارق بين يعني كبير. صح صح، مزبوط. يعني إدارة الأعمال هي أساساً يعني أنت بتحتاجها بأي بزنس، سواء بقناة أو بأي عمل، كان ميديا تجاري، هو بدك أي حدا يكون عنده إدارة أعمال يدير لك هذا العمل. هاي بداية. تاني شيء، إدارة الأعمال كانت تنقسم لكتير أقسام، منها المحاسبة والماركتينج، وأنا درستهم هدول برضو، وساعدوني حتى في مجال التصوير، وعم بيساعدوني حالياً برضو بمجال مالتي ميديا بوكس تي في. جيد. طيب، فدراستي يعني تقريباً دعمتني الحمد لله بأي شيء دخلته، ساعدتني بإني أطور من أي إشي بمشي فيه الحمد لله. طيب، الآن كنسميها امرأة مهاجرة وعندك عيلة، هنيجي في الجزء الاجتماعي بداية. يعني أنت عندك عيلة، وأكيد بعض واجهتي بعض نسميه المشاكل أو الصعوبات. أكيد تغلبت عليهم. يعني زي ما أنا حكيت لك قبل، إنه أنا ما بلشت التصوير أول ما إجيت على كندا، لأنه كانوا أطفالي، أنا عندي 3 بنات. الله يخليك. كانوا صغار. الله يخليكي. الله يخليك. سلام. هم الكبار كانوا، أنا لما إجيت هون كانوا الكبار عمرهم 9 سنوات، والصغيرة كانت 2، فما كان في مجال عندي أبداً إني أنا أشتغل أو أمارس أي هواية حتى، أو أبلش في أي بزنس، بالذات إنه كنت أنا من النساء زي ما تفضلت حضرتك المهاجرين، اللي إجا زوجها يعني اللي تركنا زوجنا هون واشتغل برا. يعني أنا كنت برضو في فترة من الفترات أعيش شوي لحالي 2 شهر. أيوة. لا طبعاً مش هيك. لا لا. بس يعني كنت شوي، أنا قصدي كنت شوي حاملة مسؤولية الهاي. صح، أنا قصدي في كلمة سينجل مام إنك حاملة مسؤولية العيلة. هذه مش مزحة. ما هم هيك بسمونا هون على فكرة. صح، مزبوط. فكانت هاي مسؤولية برضو. حاولت شوي إني أركز أنا ما بعرف أركز بشغلتين على فكرة أستاذ سمير، فحاولت أركز مع بناتي اللي هم أهم من أي إشي تاني، أطفالي، ركزت معاهم، كبرتهم. لما كبرتهم حسيت إني بقدر أتركهم بليجل في كندا إنه يكونوا لحالهم بالبيت، صرت أفكر إني أشتغل. بلشت بالتصوير، بدأت بالتصوير من فترة من فترة بسيطة، وسبحان الله انفتحت الأمور وراء بعض، يعني الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. طيب، الآن أنت بدأتي بالتصوير، أنت ملاحظة إنه
البزنس موديل في كندا مختلف عن البزنس موديل في الوطن العربي؟ صح كتير، مش شوي. أنا كنت أشتغل بالتصوير في قطر، في فرق كتير كتير مثل ما تفضلت حضرتك مقارنة بين هون وقطر صراحة. أكيد الزبون مختلف والعمل مختلف والترخيص بكل شيء، في كل شيء. بكل شيء. كقناة مهاجرين، لو إحنا المهاجرون العرب بدنا يعني ناخذ لفتة صغيرة، لمحة صغيرة عن قصة إنك امرأة وعملتي بيزنس وفي مجال مختلف عن التخصص الأصلي. هذه بتهم المشاهدين عندنا وعندك، فهل تعطيني شوية صغيرة منها لو سمحتي؟ صح، هو أحكي لك شغلة، يعني كبداية دائماً البداية صعبة دائماً. أنا بالذات إنه أنا كنت زي ما أنت تفضلت إنه أنا مهاجرة جديدة، ما بعرف يمكن كيف سيستم البلد، ما بعرف كيف، ما عندي معارف كتير، ولكن أنا بضل أحكي دائماً إنه أنت بتبني نفسك بنفسك بأي إشي بتعمله، ما بتحتاج أي حدا ممكن في مرحلة من المراحل إنه يدعمك، ولكن أنا بصراحة يعني بفتخر بإني أحكي هذا الإشي، كتير ناس دعموني دائماً لله. يعني من أول ما بدأت كان عندي أصدقاء حوالي من الأصدقاء والأقارب ومجموعة من الناس اللي أنا يعني بحبهم دعموني جداً، وبالذات في مجال شغلي. يعني لما بلشت التصوير كنت بالأول على مستوى بسيط وهو الأصدقاء والأقارب فقط يعني، بعدين الحمد لله من إحنا هون زي ما أنت تفضلت معارف وصعب إنه نبني لأنه في عقليات شوي مختلفة عن عقليات الدول العربية، ساعدوني المعارف ببناء هذا البزنس، بإعطاء خبراتهم لإلي، والحمد لله تطورت وعملت استديو في بيتي الحمد لله، استديو تصوير. جيد. طيب الآن أنت عملتي تصوير وصرتي معروفة وتحركتي وصار لك علاقات اجتماعية ونتورك، يعني كل الأشياء مزبوط. الجميلة اللي بنسميها عنق الزجاجة اللي أنا تعودت أني أقوله كرجل إلي 10-11 سنة في البلد، أنه من 3-5 سنوات حتى تشق الطريق كما تريد. في ناس بتلعب معها البلية من بدري، صح. لكن في ناس تانية الأمور بتصعب عليها، وهم شيء أنه ما يستسلموش، وهم شيء أنه يضلوا مركزين ويكلهم نتبع على أهدافهم. أكيد. صح. الآن أنتو تعرفتي على المخرج هاني، مزبوط؟ صح. الآن صح مزبوط. السيد هاني على المعلومات اللي أنا أخذتها منه هو رجل مخرج، اشتغل فترة طويلة في الإخراج، عمل مع الكثير من القنوات، سافر إلى حوالي 40 بلد، له أعمال بالميات، يعني رجل خبير. مزبوط. تمام. الآن يعني أكيد في شيء ربط في الأهداف ما بينكم بحيث إنكم طلعتوا بفكرة مالتي ميديا بوكس، اطرحي لي الموضوع هذا. أنا بدي أدور على صورة هاني لأنه بيني وبينك أنا غيرت الكمبيوتر. ما بيطلع على الميديا. مش هيك. أنا ما بيطلع على الميديا. لا أنا غيرت الكمبيوتر فكانت النتيجة إنه في حاجات تغيرت عندي، ولذلك أنا بدور إني أطلعها، فأنا بدور على صورة تاني. وين صورة تاني؟ هاي صورة تاني لقيته. خذ راحتك. لا لقيته. لقيته. هو على فكرة هو صار معروف أساساً هلا أكثر مني يعني. طيب. على فكرة هاني صافي اسم الله، يعني هو مخرجنا وهو اللي بيظهر كل هاي الصورة. خليني أبلش لك بالبداية. طيب خليني لحظة شوي. لحظة شوي بدي أطلع صورته وإحكي أنت. لحظة هي طلعت صورته وأنت صوتك موجود، اتفضلي احكي. إذا معانا هنا هاني صافي، مخرج ومصور وشريك في مالتي ميديا بوكس تي في. صح، وهو أستاذي كمان على فكرة، بتعلم منه يعني عن جد. الله يجزيك الخير، بس حقا لازم نعطي له حقه. صح، وأنا معك 100%. أوكي تفضل. بداية أستاذ هاني صافي إجا هون من سنتين تقريبا، أسس شركة مالتي ميديا بوكس، كان اسمها مالتي ميديا بوكس، هي لهلا موجودة، شركة إنتاج هو وزوجته وجدان الصالح. هذا كان بدايتهم أول ما إجوا هون في على كندا. بعد سنتين تقريبا كان ينتج بهديك الشركة الإعلانات والدعايات. بعد سنتين قرر يعني أعطى فكرة، أسس فكرة خرج بفكرة اللي هي مالتي ميديا بوكس تي في. هون صارت اسمها مالتي ميديا بوكس تي في، هي قناة اللي هلا عم تطلع على الشاشة. هاي القناة كانت بصراحة فكرته من الأساس. أول ما تعرفت عليه عرض علي إني أشارك فيها لعدة أسباب صراحة.
يمكن مجالنا للتصوير كان إنه أنا وياه مجال تصوير واحد ففهمين على بعض بهاي الأمور. تاني شيء كان حابب حدا يكون يقدر يطلع يحكي بالميديا. مع إنه أنا على فكرة بدي أنبه على شغلة، أنا مش إعلامية. أوكي. أنا مو إعلامية، فأنا طالعة أحكي، بدي أكون طبيعية، ما بدي أعطي مصطلحات إعلامية. والله أنا مبسوط أنت تلقائية في الحوار وهذا شيء عجبني. ما أنا هذا اللي هو طبيعي، يعني في ناس يمكن ما بيحبوا هذا الإشي، ولكن أنا تلقائية وغير إعلامية. أنا بس متحدثة باسم مالتي ميديا بوكس تي في. أوكي. بحب أكون على طبيعتي على فكرة أستاذ سمير، فيعني بتمنى الكل يتقبلني هيك. حبيت بس أضيف هاي المعلومة يعني. أستاذ هاني صافي لما بلشنا القناة بديناها أسسناها بالضبط في شهر 2/2/2 أسسنا قناة اليوتيوب شوي شوي، يعني إحنا فعلياً ما عندنا مش كتير من زمان فتحنا قناة اليوتيوب. فتحنا القناة اليوتيوب تقريباً بعد تأسيس الشركة بأسبوع أو هيك شيء. بعدين صرنا نصور في برامج، كان عندنا برامج كتير بصراحة وبلشنا نصور فيها ونطلع، حتى دخلنا بيوت ناس كتير هون في كندا وإحنا نصور هاي البرامج، طلعنا بروموهات كتير. لو بتدخلوا على الصفحة وبتشوفوا البروموهات رح تلاقوها، يعني حتكون موجودة. للأسف للأسف صار بعد شهر من تأسيس القناة موضوع الكورونا والكوفيد 19، اضطرينا للأسف إنه نوقف بالتصوير بالذات بعد قانون التباعد الاجتماعي هون في كندا، وقدرنا نطلع بشيء من اللي طلعناه اللي هو شيء بسيط أنا بعتبره، اللي هو هلأ حالياً عم نطلعه بصراحة بالقناة. واليوم حتى نزلنا برنامج دكتور أمجد قورشة، اليوم أول حلقة نزلناها، هذا برضو صورناه قبل الكوفيد 19، برضو كنا حابين نصور فيه حلقات أكثر، للأسف زي ما قلت لك وقفنا. ولكن شو ما صار أنا بالنسبة إلي من عقبات واجهتنا، الصورة اللي أخرجها أستاذي هاني صافي بالقناة والتلفزيون لكل ودخلت على كل بيت عربي هي تتحدث عن نفسها بالنسبة لإلي أنا، لأنه تعب جداً جداً، تعب لأخرج هاي الصورة. هو عنده خبرة تقريباً 17 سنة بالتصوير والإخراج، تعب جداً عشان وبالمونتاج صراحة، تعب كتير لا يطلع هاي الصورة وتدخل كل بيت عربي في كندا، وإن شاء الله في كل كندا تنتشر إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله بالتوفيق. إذن أنتوا الآن عملتوا نسميها القناة، والحمد لله رب العالمين صار عندكم جمهور بدأ يعرفكم. صح. وبدأتوا تنتشروا. أنا بدي أحكي لك شيء عن تجربتي. ماشي؟ تفضل. الفترة اللي عشتها في دبي وآخر عمل اللي كان في الساتلايت. أحياناً الأشياء دي بتكون أحلام، وأحياناً بتحلق، وأحياناً مزبوط. للأسف بتنزل كسر على كل رقبته. صح. لذلك التخطيط السليم للأمور هذه بيكون شيء مهم جدا. مزبوط. فأنا متأكد أنه أنتوا حاسبين حساباتكم، لأنه الأمور المالية نسميها مش مزحة. مزبوط. صح. والإيجاد نسميها أرضية. أنا بدي أقول نسميها كالآتي: السوق مليان منافسين. مزبوط. السوق مزبوط مليان منافسين. طيب كيف الواحد بده يثبت جدارته وياخذ نفسه ونسميه يكسب جزء من السوق؟ مزبوط. هذا امر. الان انا شوي عيني زاغت على الصفحه عشان احط الايميل، لانه اذا في حدا بده يتراسل معاكم ويكلمكم أكيد بده إيميل، فأنا نشرت الآن الإيميل h.safi@multimediabox على الصفحة من تحت، لأنه إحنا بنحكي ممتاز. كلام. طب في ناس هتيجي تقول طب بدي أتواصل معهم، كيف أتواصل معهم؟ صح. الآن يا على الإيميل يا عن طريق التليفون. نعم. مزبوط. وفي الصفحة نفسها أنا بحاول، أو الصفحة نفسها. صح. أنا بحاول أستدرج الصفحة نفسها، بس خايف الكمبيوتر تبعي يجمد بيني وبينك تجربتي مع الكمبيوترات. لا خلص خلينا هيك أحسن. إذا بتطلعي وراء راسي هذا الكمبيوتر الجديد تحت التجهيز، يعني something high نسميه، رام عالي، بروسيسور عالي، إلى 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 إلى. لكن الآن إحنا في اللقاء تبعنا في هذه اللحظة.
الآن هي أنا حاطط الإيميل للي بيحب إنه يتواصل عشان معاكم. من لعيد قول على بدء، مع تجربتي مع القنوات كانت تطلع قنوات شهر اثنين ثلاثة وتنهار لسبب مزبوط، لأنه قصة البث والالتزام بعدد كبير من الساعات أمر مش عادي، والبرامج الكوميتمنت الالتزام. يعني أنا شخصيا على صفحتي المهاجرون العرب التزم معي مشايخ، خلينا نبعد عن الناس العاديين والماديين، مشايخ نعمل برامج دينية 30 حلقة عشان من يناير اللي فات قبل كوفيد وغيره. صح، شو اللي طلعناه؟ وين الالتزام؟ وين الالتزام؟ ما فيش، ما فيش. العالم بتقول كلمة وبتطلع وبتنبسط، وبعدين في ناس تانيين غيرهم من الناس العاديين بيطلع معك مرة وصارت الناس تعرفه، كان قال لك كم تدفع لي؟ هذه مصيبة تانية. مزبوط يا عمي، احنا عملنا مجاني. أنا بالنسبة لي المهاجرون العرب عمل مجاني، عمل مجاني، عمل مجاني، خدمة توعوي للناس، وخاصة المهاجرون اللي بيحبوا يجوا جديد على البلد. إنه فاجأ إنه الواحد بده يتكسب، يا عم يتكسب، إحنا بنحطك أمام الجمهور، ولكن ما تأخذنيش، إحنا ما عنا ميزانية للدفع، لأنه ما بناخد إعلانات وما بنطلع إعلانات، وبالتالي إحنا كل شغلنا زي الجمعيات الخيرية مجانا. صح. فأنا الآن مثلا مالتي ميديا بوكس هو عبارة عن نشاط عجبني جدا، الكواليتي تبعتكم تبعت جودة الصورة بصراحة راقية، عجبتني جدا. صح، شايفة؟ فتقنيا كمهندس اهتميت في الأمر. بعدين عندنا المحتوى. الآن أنتوا بتبثوا تقريبا ساعتين ولا أنا غلطان؟ ساعتين. ساعتين قبل الأذان. هو برنامج رمضان هذا اسمه. صح، ساعتين. إذا في شيخ أو محاور أو صلاة أو أذان بيخلصوا، لكن لما يخلص رمضان بتروح السكرة وبتيجي الفكرة بالضبط. كيف بدنا نغطي ساعتين؟ صح. والآن هون أنت حكيت صح، أنت قلت لي إنه أي إشي ببلش بده إدارة جيدة صح وتخطيط صح، ومعك حق 100%. عشان هيك إحنا مع إنه الظروف كانت ضدنا اللي هي الكوفيد 19 ما قدرنا نكمل البرامج، ولكن هدفنا بعد إن شاء الله رمضان هو الانتشار بطريقة أوسع ولكن بطرق أخرى. يعني عندنا مثلا هلا أول ما يخلص رمضان عندنا برنامج العيد، رح نعمل لكم برنامج للعيد هلا بعد رمضان إن شاء الله. يعني استنونا في مالتي ميديا بوكس وحتشوفوا برنامج العيد، حيكون ثاني يوم وثالث يوم العيد إن شاء الله. بعد العيد إن شاء الله في عنا برامج كتير إحنا رح نشتغل عليها، وهي هاي البرامج حتضل شغالة على مدار السنة. ليش؟ لأنها إحنا الناس عرفتنا برمضان، فاللي قدمناه هلا الكل سألني هذا السؤال إنه إيش بعد رمضان؟ طب أنتوا طلعتوا برمضان والناس عرفتكم برمضان، طب بعدين إيش فيه؟ هم بفكروا إنه إحنا مثلاً قناة بس يعني بس احنا يعني محتوانا رمضاني وقت رمضان. لا، احنا على فكره بدايتنا كانت في رمضان، ولكن عندنا برامج زي عيش وملح حيستمر ان شاء الله بعد رمضان، تم عرض حلقه منه خلال رمضان. هذا برنامج بيدخل في كل بيت هون لجميع الجاليات، دخلنا البيت الفلسطيني، دخلنا البيت الليبي ان شاء الله حنعرض الحلقه كمان قريبا، حندخل البيت جميع الجنسيات والجاليات الموجوده هون، وحيستمر هذا البرنامج بعد رمضان ان شاء الله. عندنا برنامج مكان برضو عرضنا حلقه منه، لانه برضو الظروف زي ما حكيت لك استاذ سمير وقفتنا. هذا برنامج مكان هو بغطي الاماكن المعروفه بكندا، اماكن طبيعيه زي ما انت شفت يمكن غطى حديقه في برلينتون، يعني في اماكن هاي كثير رح نغطيها، وانت عارف يعني اسم الله كندا مليانه اماكن، فهذا الشيء بالعكس بيدعمنا لانه لجمال الجو لما يكون بالصيف، واكيد رح تساعدنا الاجواء يعني شوي شوي بتنفك الامور وبنقدر نطلع نصور. ثاني شيء عندنا برنامج للاطفال مع شهد، اسمه برنامج عيش اللحظه، هو احنا برضو عرضنا حلقه منه برمضان، وهو غطى في اكواريوم بتورنتو غطى، حنستمر فيه برضو. جيد. عندنا برنامج اسمه المحك على المحك، هذا البرنامج هو برنامج بيعالج مشاكل الجاليات هون، يعني اي مشاكل صارت بتطرق لها وبيحكي التفاصيل. هذا حيكون برنامج شوي استاذ سمير مش دوري،
ولكن كل مشكله راح يعني نعالجها ان شاء ممكن الله. ممكن يكون اسبوعي، انا خبرتي 30 ممكن سنه، ممكن يكون اسبوعي بالضبط، وممكن يكون شهري على حسب احنا شو عندنا ماده. جيد. هذا شيء بعد رمضان كله هذا ان شاء الله شغالين فيه باذن الله يعني ان شاء الله رب العالمين. طيب اخ دارين نرجع نحكي من تاني الان. تفضل. في برامج وفي اشياء تانية، هل اطرح الفكره اللي انا كلمتك عنها امبارح ولا نخليها لما لبعد؟ انا بحكي نخليها لبعدين احسن. اوكي ماشي. ماشي. لانه انا يعني كنت حابه احكي فيها بس انا بحكي خليها لبعدين احسن ان شاء الله. خلاص. احنا هيك اتفقنا على فكره. ماشي. لان انا كنت بدي اعملها مفاجاه للجمهور، نعمل شيء عن قصه البرامج اللي حكيت عليك معها، حكيت معك عليها. قصه البرامج. اوكي. لا انا فكرت الفكره الثانيه. لا, لا, لا. لا تفضل احكي. البرنامجين اللي حكيت فيهم. لا هذول. اوكي اوكي مزبوط. ماشي اوكي. الان انا بدي اطرح فكره للجمهور اللي بيشاهدنا، فكره مذيع المستقبل او مذيعة المستقبل. صح. وفكرة قارئ او قارئة القرآن للمستقبل يعني. صح. مشاهدينا يلي بتسمعونا عشان تكون برضو الحلقة فيها فايدة لكم، اللي بنحكي فيه الان كالتالي، انه احنا بدنا نعمل كل شخص معاكم في كوفيد 19 ماسك التلفون طول النهار، لا خلى صفحة في الفيسبوك ولا تويتر ولا سناب الا قلبها. فبدنا اياه يمسك تلفونه بالعرض مش بالطول، بالعرض مش بالطول. الآن لما تمسك التليفون حطه على حامل، حطه على شيء ثابت، جيب. هنبعت لكم اللي بيحبوا يشاركوا ممكن الإيميل تبعنا إحنا thearabimmigrants@gmail.com. أنا حننزل ممكن يبعتوا لكم. صح. ممكن يبعتوا لكم الفيديوهات أستاذ سمير، وإنت برضو عندك خبرة إعلامية 30 سنة أكيد يعني. الآن الإيميل اللي هحط لكم إياه بإذن الله تعالى بتبعتوا لنا عليه مقاطع صغيرة، نقول thearabimmigrants@gmail.com. تمام. هذا الإيميل كل واحد فيكم حابب يسجل مقطوعة صغيرة، إحنا حنوحدهم. ليش؟ وحنوحدهم ليش؟ عشان لما نفرز ونقول هذا أفضل أو هادي أفضل، يكون في ريفرنس لنفس الكلام اللي احنا بنحكي فيه. بمعنى الآن أنا هعطيكم إياه الإيميل، هاي الإيميل. تمام. اللي هيحصل إنه تبعتولنا على thearabimmigrants@gmail.com. صح. تليفونك أو تليفونك بالعرض، هنبعت لكم النص اللي هتقرأوه، بتسجل أو بتسجلي لحالك النص أو الآية أو الفقرة أو الجزء من القرآن اللي إحنا بدنا نسمعه. القرآن هنعطيه لناس متخصصة في الأحكام وفي التلاوة وفي كل شيء، علما بإني أنا معي ثانوية أزهرية، لكن مش هكون حكم، أنا هكون برا الموضوع، وهترك لهم هم إن شاء الله رب العالمين يحكموا. أما القراءة واللغويات والأداء والشكل والمضمون ممكن أكون جزء من لجنة التحكيم إن شاء الله. إن شاء الله. اللي حنفرزهم حبعتهم إليك يا أخت دارين، وممكن ساعتها إنه إحنا نعمل فقرة على قناتكم إن شاء الله. مذيع المستقبل. صح. أو قارئ المستقبل، ربع أو ساعة قارئ المستقبل. ربع ساعة ونص ساعة فقط، بحيث نحط. صح. إن شاء الله. نحط المشاركين طالما في مشاركين، ونشوف إذا صار في استجابة وصار عندنا باستمرار رافض بنثبت، ما فيش رافض بنخليها عندنا على الصفحة كل ما تيسر لنا ناس تانين إنه إحنا نحكي عنهم. طيب الآن أنا كنت محضر معاكي حاجات كتير، وأعتقد إنه إحنا مشينا عليها كلها، وكل اللي بقوله إنه أنا بشكر كل الناس اللي تابعتنا واللي شاركت واللي دخلت واللي بتتفرج واللي يعني كتبت. وأنا حقيقة يمكن مانيش عارف أنا شاركت لمين أو ما شاركتش لمين الصفحة، لكن تسجيل البث هذا حيشارك على كل الصفحات لاحقا بإذن الله تعالى. هل في شيء أنت بتفكري أنك أنت عاوزة تضيفيه إلى موضوع اليوم عندك؟ إحنا حاليا حابين بس دعم
دعم من الجمهور والمتابعين بأنه يضلوا يتابعونا، هذا هو اللي بس مطلبه منهم. وإن شاء الله إن شاء الله إنه نوصل لكل بيت في كندا وكل بيت إن شاء الله في أمريكا وفي العالم. أنا هذا هو هدفي وحلمي يعني للمستقبل لقناة مالتي ميديا بوكس بإذن الله. إن شاء الله رب العالمين ما نكونش تقلنا على الجمهور، يعني حوارنا قارب من إن شاء الله 25-26 دقيقة. إن شاء الله يكونوا انبسطوا واستفادوا وشافوا تجربة مهاجرة جديدة إلى البلد وكيف غيرت النشاط وكيف إن شاء الله إن شاء الله حتنجح في مجالها بإذن الله. جملة أخيرة أنا بقولها، تفضل. نسميها كعكة الإعلانات اللي بتعتمد عليها معظم القنوات التلفزيونية ليست بالأمر السهل. صح 100%. زي ما بقولوا اللي بيثبت نفسه بياخد أكتر. إحنا بنتمنى لجميع الصفحات ولجميع الناس الأحبة اللي موجودين على الميديا في كندا وفي أونتاريو وفي كيبك وغيرها للجميع التفوق والنجاح، ويكون عندهم جمهور ويكون عندهم إعلانات، لأنه المعلن بهم يكون موجود في كل مكان. صح. صح معك حق. وأنا بتمنى كمان التوفيق لجميع من قبلنا واللي بده يطلع بعدنا، أنا بتمنى التوفيق للكل. وبالآخر هاي أرزاق أستاذ سمير، وإحنا يعني إحنا دائما مش منافسين، ولكن إحنا نعتبر نفسنا إنه عندنا هدف وبدنا نحققه، مش بدنا هدف وننافس فيه صراحة يعني. جيد، إذن وصلنا إلى ما نبتغيه. شكرا لك أخت دارين، بارك الله فيكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي The Arab Immigrants، ونأمل أن تكون هذه الحلقة قد أعجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.